السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار 7E نيوز من قناة الظفرة. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. رئيس الدولة يفتتح جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو الأندونيسية بحضور الرئيس جوكو ويدودو. لحظة القبض على المشتبه بها في تفجير تقسيم بإسطنبول. تكليف رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل. بعد 5 سنوات من الصمت، ساعة بيك بن الشهيرة تعاود العمل. هذه كانت العناوين، وإلى التفاصيل. افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو في جمهورية إندونيسيا الصديقة، يرافقه فخامة جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا. وأدى سموه لدى دخوله والرئيس الأندونيسي والحضور صلاة تحية للجامع، ثم وقع سموه والرئيس جوكو ويدودو على اللوحة التذكارية للافتتاح التي ستعلق في محراب الجامع. حضر مراسيم الافتتاح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. كما حضره سعادة عبد الله سالم الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية الأندونيسية وأعضاء سفارة الدولة، بجانب عدد من الوزراء في الحكومة الأندونيسية والمسؤولين ومئات الضيوف والمدعوين. ويعد الجامع نسخة مماثلة لجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، مع إضافة بعض التصاميم والزخارف التقليدية الإندونيسية واستخدام المواد المحلية. ويستوعب المسجد 10,000 مصل، ويحتوي على 56 قبة وأربعة مآذن، بجانب 32 عمودا في منطقة الصلاة الرئيسية. وأعرب فخامة الرئيس الأندونيسي في كلمة له بهذه المناسبة عن بالغ شكره وتقديره لحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومبادراته بإنشاء هذا الجامع الذي يعد صرحا استثنائيا في هذه المدينة، وبما يحمله من دلالات تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين والرسائل المشتركة التي يحملها لإبراز الصورة الصحيحة والسمحة للدين الحنيف وقيمه الإنسانية التي تحث على التعايش والتآخي والتعاون والبناء، مبدياً اعتزازه بعلاقات الصداقة الخاصة التي تجمعه مع سموه والعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وإندونيسيا وشعبيهما الصديقين. وقال فخامته: إننا نعتز بأن يحمل هذا الصرح اسم شخصية إنسانية عالمية حظيت مناقبة باحترام من العالم وتقديره ومحبته، ونحن في إندونيسيا نكن له مكانة خاصة، ويسعدنا أن نخلد ذكراه واسمه بهذه المنارة الدينية. من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة عن سعادته واعتزازه بافتتاح مسجد الشيخ زايد في مدينة سولو، وقال إن وجود جامع باسم الشيخ زايد في إندونيسيا يجسد خصوصية العلاقات التي تجمع البلدين، والحرص على أن نتركها لأحفادنا شواهد على عمق هذه العلاقات. فقد كان الشيخ زايد رحمه الله محبا لإندونيسيا وشعبها، وقام بزيارة تاريخية لها خلال العام 1990، كما توجه سموه بالشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو لما أبداه من مشاعر طيبة وكلمات معبرة بحق دولة الإمارات والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثرى. وأشار سموه إلى أن المغفور له الشيخ زايد كان يدعو دائما إلى التضامن والترابط الإنساني بين كل شعوب العالم، خاصة الشعوب الإسلامية. وقال سموه: إن هذا المسجد يعد تجسيداً لما يجمع البلدين من تعاون في نشر رسالة الإسلام الصحيحة التي تدعو إلى السلام والبناء والتنمية، وهو إهداء نقدمه إلى أهالي مدينة سولو الجميلة وإلى شعب إندونيسيا العزيز.
ودعا سموه الله تعالى أن يجعل هذا المسجد في ميزان حسنات الشيخ زايد، وأن يوفق إندونيسيا إلى مزيد من التطور والتقدم، ويديم المحبة والعلاقات الطيبة التي تعود بالخير والنماء على شعبينا. ثم توجه الجميع إلى الله تعالى بالدعاء أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثره ويبارك في صاحب السمو رئيس الدولة، ويحفظ الإمارات وشعبها منارة للخير والعطاء وموطنا للتعايش والأخوة الإنسانية، وأن يديم العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات وإندونيسيا لما فيه الخير. بعد ذلك توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس جوكو ويدودو والحضور إلى الساحة الخارجية للمسجد لزراعة نبتة السالة التي تعد من النباتات الوطنية الرمزية لدى سكان مدينة سولو. والتقطت في ختام مراسم الافتتاح الصور الجماعية التذكارية لسموه ورئيس إندونيسيا والحضور. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في ضحايا حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنيا سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تعزية مماثلة إلى فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى دولة محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى دولة محمد شياع السوداني. أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع وسط منطقة تقسيم وسط إسطنبول، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة الجمهورية التركية وشعبها الصديق ولأهل وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وإلى الأخبار العربية والعالمية. سجل العراق حضورا رسميا عالي المستوى بوفد ضم رئيس الجمهورية ومسؤولين آخرين لتعضيد الجهود العالمية الرامية إلى التخفيف من آثار الاحتباس الحراري وما آلت إليه تقلبات المناخ التي كان العراق أحد ضحاياها بموجة جفاف غير مسبوقة وتطرف بيئي حاد. يذكر أن العراق لم يتخلف عن المؤتمرات الدولية الداعمة للبيئة والحفاظ على المناخ العالمي، ويعد التخلص من الآثار السلبية للتغييرات المناخية التي ضربت العراق خلال السنوات الأخيرة أبرز التمنيات التي علقها عراقيون على مؤتمر كوب 27 في مصر. في الشأن التركي، ألقت السلطات التركية القبض على المشتبه بها في تفجير تقسيم في إسطنبول. كما قام عدد من السكان المحليين والسياح بوضع الزهور في مكان حادث انفجار إسطنبول تكريما وتخليدا لضحايا الانفجار. وفي مؤتمر صحفي عقد في إسطنبول،
قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه في ضحايا الانفجار الدامي. وتعليقا على الانفجار قال أردوغان: قد يكون من الخطأ القول الآن إن هذا التفجير إرهابي وفي التحقيقات الأولية، مضيفا أن جهود هزيمة تركيا والشعب التركي من خلال الإرهاب ستفشل تماما كما فشلت بالأمس وكما ستفشل غدا. وفي ذات السياق تحدث فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي من موقع الحدث إن امرأة تقف وراء الهجوم الذي وقع في إسطنبول وأسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 81 آخرون. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر تقنية زوم السيد طه عودة أغلو مدير مكتب 7E نيوز في إسطنبول. مرحبا بك أستاذ طه. أهلا وسهلا، مساء الخير. يا مرحب، مساء الأنوار. لو تضعنا في صورة يعني آخر الأخبار والتطورات حول الحادث الإرهابي في تقسيم بالأمس. نعم، يعني كما تابعنا خلال الساعات الأخيرة الماضية كانت هناك تصريحات من وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، تحدث بأنه تم القبض على المرأة المشتبه فيها في تفجير إسطنبول بالأمس، وقال بأنها اعترفت بأنها على صلة بمنظمة حزب العمال الكردستاني المصنف هنا بالإرهابي، وأضاف أيضا بأن السيدة التي قامت بهذا العمل هي جاءت من مدينة عفرين التركية قبل أسبوع ووصلت إلى تركيا وحصلت أو تلقت تعليمات من منظمة حزب العمال الكردستاني للقيام بهذا التفجير الإرهابي. خلال الساعات الأخيرة الماضية أكد يعني الوزير كانت أن هي و الذي كان يدعمها وأعطاها تعليمات كانوا يحاولون الفرار إلى اليونان عبر الأراضي التركية، ولكن السلطات التركية خلال الساعات 24 الماضية قامت هي بقطع أو حركة الناس في الطرق المؤدية إلى ساحة تقسيم، وخاصة بعد التفجير الإرهابي، وتم اعتقال مع ساعات الصباح الأولى المرأة التي كما ذكرت وسائل الإعلام التركية أنها سورية الأصل من عفرين. وأيضا هناك حاليا جرت خلال الساعات الأخيرة الماضية اعتقالات لعدد كبير من المشتبهين في هذا التفجير الإرهابي. أستاذ طه شكرا لك، كنت معنا عبر تقنية زوم مدير مكتب 7E نيوز في إسطنبول. كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة، وفاز نتنياهو وتحالفه اليميني بأغلبية حاسمة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية، وأمامه 28 يوما لتشكيل حكومة ائتلافية مع إمكان التمديد لمدة 14 يوما. وإذا تمكن نتنياهو من التوصل إلى اتفاق ائتلافي بحلول الموعد النهائي فسوف يتولى منصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة. على هامش قمة العشرين بدأ الرئيس الصيني شي جين بيونغ لقاءه مع نظيره الأمريكي جو بايدن في بالي بإندونيسيا اليوم الاثنين، ويعد هذا أول لقاء شخصي لبايدن مع شي منذ توليه منصب رئيس الولايات المتحدة في يناير من العام 2021. وخلال الاجتماع قال شي إنه على الرغم من استمرار التواصل بين الزعيمين عبر مؤتمرات الفيديو والمكالمات الهاتفية والرسائل، لا يمكن لأي منها أن يحل محل اللقاء وجها لوجه. وقال شي إنهما بصفتهما زعيمين لدولتين كبيرتين بحاجة إلى رسم المسار الصحيح للعلاقات الثنائية بين البلدين وإيجاد الاتجاه الصحيح لها والارتقاء بهذه العلاقات. أما الآن فإلى مقال اليوم. وإلى مقال اليوم من صحيفة الخليج الإماراتية بعنوان انحطاط في الغناء والموسيقى بقلم الكاتب عبد الإله بالقزيز، جاء فيه: هل قحطت ينابيع الإبداع العربي في الغناء والموسيقى إلى هذا الحد الذي أقفر فيه مجالهما من أي علامة سواء أو إصابهما؟ لما تجتاح حياتنا اليومية موجات متلاحقة من الغناء الرخيص والموسيقى المسلوقة سلقا على غير أصول؟ ثم بما نفسر هذه الحال من الانحطاط والتردي الذي أصاب ميدانا
كان الأغزر والأظهر في الثقافة العربية؟ وأخيرا، لما يمكن هذا المنتوج الرخيص من التسويق والانتشار ونشرع الأبواب أمامه ليفعل فتكا بالذائقة وتبديدا لها وللذاكرة الفنية العربية؟ كان القرن العشرين قرن الأصوات الرفيعة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس لما كان يطفر منها من آيات البهاء، مصقولة كانت بالرقة والعذوبة المطلوبتين. رافقتنا في الأصباح والأماسي، في السراء والضراء، في الفرج والشدة، واقترنت عند أجيال منا بالمشاعر كافة: الحب والفرح والأسى والحزن والحيرة والشك والأمل. أما الآن مع بانوراما. افتتحت شركة 3M مقرها الإقليمي الجديد في مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم، وتعكس هذه الخطوة التزام 3M الراسخ تجاه دولة الإمارات. نتابع. أما كاريكاتير اليوم فلقد اخترناه لكم من جريدة الخليج الإماراتية بريشة الفنان علي خليل. نتابع. وإلى إنفوغراف اليوم من 7E نيوز بعنوان: أغنى 10 أثرياء في العالم، الفرنسي برنارد أرنو يهدد عرش إيلون ماسك من شبكة العين الإخبارية. وإلى تغريدة اليوم من صفحة مجلس أبوظبي الرياضي في تويتر، جاء في التغريدة: نجوم الكرة العالمية والأرجنتينية ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا وليوناردو يصلون إلى أبوظبي للانضمام لمعسكر المنتخب الأرجنتيني استعدادا لنهائيات كأس العالم قطر 2022. أما حديث الكاميرا لهذا اليوم فقد اخترناه لكم من المملكة المتحدة، إذ عاودت ساعة بيج بينز الشهيرة العمل بعد 5 سنوات من الصمت، وقرعت الأجراس 11 مرة إذانا بالبدء. نتابع. أما الآن فإلى أخبار الاقتصاد من 7E نيوز. شهد سكان القوارب في منطقة خليج سان فرانسيسكو تدمير بيوتهم العائمة بسبب ما يسمى بالرسو غير القانوني الذي ادعته الحكومة المحلية، ويؤكد أن هناك أكثر من 550 ألف شخص بلا مأوى في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بينهم 47% يعيشون في ولاية كاليفورنيا أغنى ولاية وأكثرها ازدهاراً في البلاد، ووفقاً لبيانات من الحكومة الفيدرالية الأمريكية. ومع ذلك، على مدار العام الماضي اختفى عدد كبير من البيوت العائمة، حيث وضعت الحكومة المحلية قاعدة تحدد الخليج كمرسى لمدة 72 ساعة، وبذلك يتعين على القوارب مغادرة الخليج أو المخاطرة بسحبها. وإلى أسواق المال والأعمال في أهم العواصم الخليجية. نتابع.
النشرة مستمرة وإلى أخبار الرياضة من 7 إي نيوز. برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي حفل افتتاح بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو المقامة في قاعة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وتستمر لغاية 19 من نوفمبر الجاري. نتابع. وفي أخبار من المونديال اليوم، نسلط الضوء على لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي النجم كيليان مبابي الذي نجح في عام 2018 من مساعدة منتخب بلاده بالفوز والتتويج باللقب الأغلى، فهل سينجح مبابي هذه المرة في إبقاء اللقب في باريس؟ نتابع المزيد في التقرير التالي. Dass er die Qualität besitzt, ein Spiel zu entscheiden, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Wie man ihn verteidigt, natürlich schwierig, bis wenn er einen sehr guten Tag erwischt. Gar nicht, aber nicht. Il y a deux joueurs qui ont marqué une décennie, même plus qu'une décennie, le football, c'est-à-dire Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Malheureusement, l'âge et le temps passent. Et je pense que Kylian fait partie des joueurs qui sont capables de remplacer ces joueurs-là. En 2018, c'était ma première compétition. C'était, voilà, je pense, le moment de confirmer, de mettre les pieds dans le grand monde, entre guillemets. J'ai gagné le respect sur le terrain, j'ai gagné du crédit et un statut sur le terrain. Je pense que c'est sur le terrain que je dois continuer à montrer ce que je sais faire et à continuer à grappiller les échelons pour arriver là où je veux arriver. وعن أحوال الطقس في بعض من الدول العربية والعالمية. وفي ختام النشرة تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يفتتح جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو الإندونيسية بحضور الرئيس جوكو ويدودو. لحظة القبض على المشتبه بها في تفجير تقسيم بإسطنبول. تكليف رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل. بعد 5 سنوات من الصمت، ساعد بيج بن الشهيرة تعاود العمل. كنا معكم مشاهدينا من 7 إي نيوز، في أمان الله وإلى اللقاء.